المكسرات لما باجي بطحنها بلاحظ انها بسرعه بتطلع زيتها وبتتجمع معي بطريقه مش مريحه، وما بقدر اطحنها لشكل باودر. فاحنا عندنا اليوم فكره بسيطه، بحط هالمكسرات اللي بدي استعملها سواء جوز او بندق او لوز او اي نوع من المكسرات، وبحط لها معلقه صغيره من السكر اللي بيبقى من نفس مقدار الوصفة، وبغطيها وبشغل الخلاط وعلى تشغيل متقطع لغاية ما تصير عندي المكسرات مطحونة باودر وما بيكونش فيها أي نوع من الزيوت اللي بتجمعها على بعض. كتير لذيذ نتناول المكسرات الفريش أو الطازة ونقشرها إحنا براحتنا. قشرت الجوز أو كسارة الجوز أو عين الجمل زي ما ساعات بنسميه، بتبقى كتير عملية تكون موجودة عندك في البيت. بحط قطعة الجوز بهالطريقة وبضغط عليها بهدوء لغاية ما تتكسر عندي بهالشكل، وتبقى الجوزة بهالطريقة سهلة وممكن أشيلها وأكلها طازة وفريش وغنية بالقيمة الغذائية والزيوت الفعالة اللي فيها.